اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين.
وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه
وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا